ايه الخبر ده؟ واحد اتنين تلاتة يا لهوي. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ انت دلوقتي عمال تفكر تقول ايه ده، هو الفيديو ده قديم؟ لا يا جدعان الفيديو ده جديد، بس انا رجعت شعري تاني عادي خالص. تعالوا يا جدعان ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين بفيديو والله يا جدعان عظمه زي ما انتم شايفين هنا كده. طب يا جماعه مش هطول عليكم، فكره فيديو النهارده هي ان انا هاخد فيديوهات البرانكس المقالب في تيك توك ونعملها في الحقيقه ونشوف هل هينفع ولا لا. اهم حاجه يا جماعه لو عايزين الجزء الثاني وصلوا الفيديو ده ايه 100,000 لايك، واهم حاجه فكك بقى من اللايكس وفكك من اي حاجه، اهم حاجه ما تنساش تنزل تدوس سبسكرايب يا جماعه. انا باخد بالي ان الناس كتير يا جماعه بتتفرج على الفيديوهات وما بتعملش سبسكرايب، ليه يا اسطى؟ هتخسر ايه؟ الزرار الاحمر تحت، انزل تحت يا اسطى ودوس سبسكرايب. يلا بينا يا جماعه نبدا باول فيديو هنعمله. انا بحاول على قد ما اقدر اجيب صحابي البيت، يعني انتوا عايزين افهمكم ان انا كل يوم يعني احنا عندنا مثلا 17 ساعة في اليوم مثلا بنفضل صحيينهم، صحابي داخلين طالعين، واحد يجي التاني يطلع، ناس كبيرة ناس صغيرة اولاد بنات فاهم، فاحنا كلنا مع بعضينا شلة جميلة بسيطة. اللي قدرت اجيبهم في الفيديو ده هو مريم وشادي، من ساعة ما الحظر جه وانا صحابي داخلين طالعين. اول بقى ما عاوز اصور ما الاقيش حد، ما شاء الله عليه. خلي بالكم الفيديو ده خد مني 3 ايام تصوير تمام. المهم يا جماعة اول فيديو معانا هو مقلب ايوه معنا صح، بنجيب يا جماعة المفروض بتاع الحمام بتاع المناديل ده وبنقلبه زي ما انتم شايفين هنا، بنبلها بالميه يا جماعة، بعد كده بنفتحها يا زميلي، بعد كده نبدا نعصر فيها بس ونرميها في التويلت بس كده. الفكره يا جماعه ان شادي صاحبي دايما احنا بنتخانق مع بعض لما حد فينا ما بيشدش السيفون، فالمره دي هتبقى كبيره قوي لان هو مستناها لي على واحده، لان انا دايما كل شويه اقول له يا عم شد السيفون. خليكم معايا دلوقتي احنا هنعمل فيديو بتاع المنديل، المفروض بناخد البتاع اللي تحت دي ونخش الحمام على اساس انها ايوه جله فا يلا بينا الحمام. طيب يا جماعه انا دلوقتي في الحمام وهنعملها وبعد كده هنحطها هنا في التويلت. الفكره بقى ان احنا ايه نفك كل ده. بنبدا نعمل فيها كده، بعدين بتفكها، بعد كده تبدا تطلعها تعمل كده. نرمي هنا. يو. المهم يا جماعه دي اكتر حاجه شادي بيكرهها في حياته ان انا اخش الحمام وما اشدش السيفون. هنشوف ردة فعله، هنفضل برضه قاعدين بره مستنيينه لحد ما نشوفه هيعمل ايه. تعالى تعالى اقول لك حاجه، اقول لك سر، تعالى عايزي، تعالى تعالى انا هعمل مقلب في عمو شادي، احنا دلوقتي مستنيينه نخش الحمام، جاهز؟ اتكلم معايا يا ابني، احلف. بس انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ هو هيفكرني بحاجه وحشه انا بكرهها في حياتي، بيفكرني لما نادر احمد حلق لي شعري. شوف حد اللي حلق لي دي يا جدعان، الكريمي يا زميلي. هو تقريبا نفس الفكره بس المره دي انا مش هحلق لشادي شعره بجد، فتعالوا نتفرج مع بعض على الفيديو. اوه يا دين امي. اتمنى ان شادي ما يضربنيش في نفس الحته دي. طيب يا جماعه معانا هنا صوت الحلاقه ومعانا مكنة الحلاقة ومعانا البتاع اللي اخبي بيها عينه. شادي بقول لك ايه؟ شادي تعالى يا اسطى ثانية. يا اسطى تعالى اقعد كده يا اسطى. هعمل فيك سحر بسيط. دول كام يا اسطى؟ كام ايه؟ ده عبيط يلا انت بتلبسني البتاع وتسألني كام؟ دول كام؟ معرفش. اضرب رقم يا عم. يا عم خرى على دماغك. يا عم اضرب رقم. 5. ماشي صح. بس بجد؟ بس
يسطا معلب يسطا موبايل يسطا يسطا معلب يسطا غبي غبي خلاص 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 الكاميرا كاميرا لا لا هو يعني هو شادي عنيف شويه قشطه قشطه مش محتاج المهم ان احنا كده اتنين من اصل اتنين يا جماعه سقف التيك توك سقف التيك توك نفس الولد والبنت اللي احنا كنا لسه شايفينهم دلوقتي بيعملوا مقلب الفلوس في بعض بس الفرق ان انا هحط لزق عليها فهتلزق في الحيطه فما فيش حاجه هتنزل لانها ممكن تمسكها فاهمني وانا مش هديها 200 جنيه واخد بالك يا جماعه اول ما قلب المفروض مريم بره دلوقتي كل اللي احنا نعمله بصوا هقول لها لو عرفتي تمسكيها براسك هديها لك بس هي هتلزق في الحيطه اصلا مريم مالك ايه تشالنج لو بحط الحاجه واسيبها ممكن تمسكيها براسك لازم تعمليها ساعتها هديكي 200 جنيه مش عايز تعملها على الحيطه ولا على الباب واحد اثنين ثلاثة راسي اسرع اوه شي ثلاثة من اصل ثلاثة جماعة بما ان كل المقالب نجحت لحد دلوقتي تقريبا وصلنا اهو قربنا نوصل ل 50% من المقالب نجحت دوس لايك دلوقتي عشان نكمل التشالنج ده ونعمل جزء تاني انا يا جماعة شادي صعبان عليا النهاردة دلوقتي يا جماعه هوريكم المقلب اكيد كلكم شفتوا بتاع لما تلبس هودي وتحط الناحيه تحطه لقدام وفي الاخر يجي ينزل تروح جاي خده بس بدل اللي احنا هنعمله في شادي الفكره بقى ان شادي بتبقى يا جماعه رده فعله سريعه ويعني ممكن بش على طول شادي شادي يا ابني يا حبيبي رد يا بابا انت يا بابا أربعة من أربعة والله لابس انا بعتذر لاي حد بيتفرج عليها معنا كمان في شادي يا جماعه اللي انتوا ما تعرفوش ان صاحبي شادي على طول بيطقطق لنا ظهرنا يعني هو محترف في الموضوع ده والله شادي صعبان عليا تخيلي طقطق لي انا ظهري وده بيطقطق لدي ظهرها ف يعني مش عارف يا جماعه الناس دي سنجل كده ازاي انا هوريكم بقى ازاي تعمل برانك ويضحك هحط الاثنين دول جوه بقي ونشوف اللي هيحصل شادي يا عم عايز ايه يا عم يا اسطى تعالى بس ضهرك طاري ظهري وانا بعمل اكل ايه تعالى تطاري ظهري يا اسطى ظهري واقف يعني ظهرك واقف واقف في المطبخ بتعمل ايه بعمل لنا اكل مثلا يا عم ماشي خمسة من خمسة خمسة من خمسة مش مصدق نفسي انا مش مصدق نفسي مقلب كمان والاخير في مريم كده مريم هتودعنا يا جماعة هو مقلب من ديفيد دوبريك سبت عليا فشايفه دول شوف كل دول هديهم لك لو ستي نفسها عليك بالتين بس امان في بس هي قدامك هتفضلي مكانك ماشي بصي بيضه صغيره خلاص نطلع بيضه ثانيه انت ممكن توسخي عادي الدنيا دلوقتي مش فاهم جاهزه؟ دروس اهي
ماشي واحد اثنين بس عشان ما ترزعش جامد عشان ما يجيش عليا واحد اثنين ثلاثة يا لهوي نكسب تاني يا شادي ولا ارجع في كلامي؟ لا انا عايز فلوس مريم رجعت في كلامي مش هديكي حاجة بعيدا عن البيضة اللي وقعت دي بس ستة من ستة ستة من ستة مقلب الحمام كمان في شادي يعني مقلب كمان بقى في الحمام في شادي Classic pranks part one. This is one of my favorites and it's so easy to set up. Okay. All you gotta do is if you have a toilet with a bath, you take the lid off, you take out this hose which is meant to refill okay. the back here, and you point it out just like that. Tamam. All you gotta do is set the lid on top of it. Just like that. You wanna tuck it in a little bit so you can't really see it. There you go. يا جماعة دلوقتي في الحمام المفروض هنعمل نفس اللي عمله في التيك توك فهحاول اثبت لكم الكاميرا لان معيش ستاند ونشوف مش هقدر احط له اي كاميرات هنا عشان اليوتيوب ما يمسحليش الفيديو او ممكن يبقى قالع وانا الصراحة مش عايز اشوف صاحبي قالع وانا بعمل مونتاج تمام فهفضل قاعد في الصالة وهفضل مستنيه وأول ما الاقيه بيخش الحمام همسك الكاميرا واستنى اشوف رياكشنه بعد ما يطلع اتفقنا؟ شفت الحمام غني يا اخويا ماشي هو هيغني دلوقتي لكن كمان حبة هيقعد يعيط يا عمي يا العم ايه يا ابني في ايه؟ يا ابني يا ابني في ايه انا عملت ايه؟ ما انا شربت من اصل 7 احنا لو قفلنا الفيديو ده يا جماعه كل المقالب ناجحه هتوصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك وهتدوس سبسكرايب دلوقتي عشان احنا في طريقنا ل 3 مليون ها؟ ها؟ انت وعدتني ها؟ اخر برانك معانا يا جماعه هو فعلا فعلا احسن واحد فيهم واحلاهم لو جبناها هنوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك ها؟ جاهزين؟ طيب يا جماعه المفروض هنا بيملى دي بالصودا ومعاه بلالين ثانيه مليانه هوا عادي فهمتك هحذف لك الثلاث بلالين دول ولو كسرتهم كلهم رغم عامل الهوا اللي موجود هتاخد ال 100 جنيه دي يا عم مش عايز ال 100 جنيه انت مصحيني اصلا من النوم يا اسطى واحد اثنين ثلاثة جاهز يا شادي التالت واحدة واحد اثنين ثلاثة يعني اخزك فيها ولا مش خلاص مني خد والله العظيم هضربك بستاند الكاميرا خلاص والله الفيديو خلص واوعدك والله ما فيش اي حاجه ده طب يا جماعه نكون خلصنا اه ايه ده طب يا جماعه نكون خلصنا الفيديو اتمنى ان الفيديو عجبكم اهم حاجه ما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك لو عايزين نعمل جزء تاني معاكم محمد خالد اكونت السوشيال ميديا بتاعتي تحت في الديسكربشن بتعملي فور انستجرام وده اكونت تيك توك بتاعي لو عايز فاهم كده يلا اشوفكم كمان كام يوم سلام ارزع الكوره في الجون انتش الاول اسبحهم كلهم بلعبهم انا الدون واحد في التاني التالت المهم